مرحبا، هل تسمعني؟ من أنت؟ ماذا تريد؟ أنا الذي أجعلك بخير. أنا لست بخير، أعلم ذلك وأنا أعلم ذلك. اذهب من هنا واتركني، فأنا أعيش في الجحيم. جحيم، ولقد تعذبت كثيرا لكي تأقلمت مع الجحيم. لا أريد شخصا معي، اتركني فأنا لدي نفسي. لديك نفسك؟ أي من نفسك؟ أنا نفسك، لدينا كثير مننا. أنا الانفصام وأنت مني. تتكلم مع نفسك وتقول اتركني. أنا الجحيم الذي تأقلمت معك. أنت اخرج مني واتركني، أنا لا أريدك. حسنا، لقد قبلت بك معي، أنا وأنت فقط، لكن لا أحب الضوضاء. الضوضاء، ما هذه الأصوات؟ لقد قلت لك لا أحب الضوضاء. من هنا؟ لقد قلت أنت فقط، لماذا جلبت 1000 منا؟ اخرجوا جميعكم من هنا، لا أستطيع أن أكمل. نحن لا نؤذيك، أنت من تؤذي نفسك. لماذا تجعلنا نتكلم معك وتطردنا؟ إن فعلت شيئا وهلكنا سوف نهلك معا. اخرج من عالمك السوات ولا تخرجنا. أنت من أتيت هنا وأنت من أردت الجحيم. رأيتكم تتكلمون، هل لي أن أقول شيئا؟ اجلسوا جميعا واتفقوا أن الجميع تعايش معا، لكل منا حياته ولكل منا يفعل ما يريد. الآن اتركوني وحيدا لكي استنشق الهواء، ولا تخالفوا اتفاق، فأنا الأقوى، سوف أشنق الكل. مرحبا، هل تسمعني؟